فضيحة بحق محرز وبونو. شو المشكل بين جمالي وزياش؟ واحد في الفن واحد في كرة القدم. أنا خاطري نعرف كروس لما كان يلحق في الفقر كيف خطر على باله يحط الموبايل حتى يصور نفسه. حلوة فكرة، يشتكي على الفار. توني كروس يشتكي على الفار وليس الفار. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من وين وين تريندينج، نبدأها مع محرز وبونو اللذان يضعان الاتحاد الأفريقي في وجه المدفع، وسهام الانتقاد كلها توجه صوب الهيئة الأفريقية بعد إعلان قائمة الأسماء النهائية لأحسن لاعب أفريقي لسنة 2023 والتي خلت من محرز والحارس ياسين بونو. إسقاط محرز وبونو خلف الكثير من الجدل، لا بل وسميت هذه القائمة قائمة الأفضل بفضيحة الكاف. رياض محرز رد بدوره وبطريقته ونشر على حسابه في إنستغرام فيديو له مع مانشستر سيتي يذكر فيه الجميع بتتويجاته، وفي ستوري آخر أيضا وضع كل ألقابه في ستوري ليشاهدها الجميع. إلى ردود الفعل الكبيرة التي كانت عن هذه القائمة، نبدأ مع الإعلامي حفيظ دراجي الذي قال: مهزلة رياض محرز يقصى من التواجد ضمن القائمة المصغرة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا التي يبدو أن معايير التتويج بها تغيرت. اتحاد الجزائر الفائز بكأس الكاف وكأس السوبر الأفريقي يقصى بدوره من المنافسة على لقب أفضل ناد في سابقة شكلت فضيحة كبرى صدمت الأسرة الكروية العالمية. يوسف علق وقال: إحقاقا للحق كان يجب ترشيح ياسين بونو ورياض محرز في قائمة الكرة الذهبية الأفريقية، وفوز بونو بها أشرف حكيمي تألق نسبيا في كأس العالم مع المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان، لكن لم يصل لما قدمه بونو. محمد صلاح لم يقدم ما يجعله يستحق التواجد في هذه اللائحة. الدولي المغربي حكيم زياش يلقى هجوما كبيرا من الفنانة المغربية فاتي جمالي التي نشرت فيديو عبر حسابها الخاص تدعي فيه أن حكيم زياش نجم جلطة سراي والمنتخب غير محترم وقليل الأدب ومتكبر أيضا. هو فوتبولور مغربي ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات و إلي تي أكوتي دونك كليها يلا كلي هاي كلي خمزر مي فريمون سيد إلي با نورمال جا عند واحد المغربي كمور مي سي إنكرويابل. دابا داخلة لوتيل شفت واحد الباب قلت ليه راه إتس نوت نايس زعما سي انكرويابل شكون هو الفوتبولور زياش تيلمون جليمي تيلمون جلو ديتيستم. هذا المقطع اثار زوبعة كبيرة من التعليقات، نبدا مع مريم التي قالت: زياش مرضي ميمته والمفتخر باصوله، زياش محبوبي المغاربي، ربي يحفظ يسهل عليها يا رب. كريمة قالت: غرضها تشهر على ظهره وكان لها ما ارادت. تعليق مهدي الذي نقل تصريحات لكلام وكيل أعمال اللاعب حكيم زياش قال فيها: نفى وكيل أعمال زياش لأحد القنوات أن يكون حكيم زياش قد تكبر على مشجعيه سواء المغاربة أو عشاقه في العالم، مشيرا إلى أن واقعته مع فاتي جمالي كانت عادية ولا تحتاج لكامل هذه البهرجة، وإن حكيم زياش يتواجد بمدينة دبي بترخيص من ناديه جلطة سراي بحكم تعرضه لإصابة عضلية، حيث كان يتجول في إحدى المراكز مراكز التسوق وكان منشغلا في هاتفه مع أحد أصدقائه قبل أن تقدم فاتي جمالي على جر يد زياش من أجل أخذ صورة دون استئذانه، الشيء الذي أغضب زياش ورفض على إثره التقاط صورة مع فاتي جمالي. الآن نذهب إلى نجم ريال مدريد توني كروس. كما لم تشاهدوه من قبل، اللاعب الهادئ المبدع في تمريراته وتسديداته في خط الوسط، طبعا خط ريال مدريد، ومطاردة اللاعبين وقطع الكرات. في هذا المقطع يطارد شيء ثاني. Yeah.
أنا اللي مستغربه أنه كيف خطر على بال كروس الهادئ أن يحط هاتفه بهاي الطريقة ويصور عملية الملاحقة مع الفأر. أمرين، ربما لي حتى إذا وقع وأصيب يبرر للنادي ذلك، وربما لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي، وربما هذا هو الذي نجح به. أكيد لقطة كروس مع الفأر أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من عشاق النادي الملكي، فكل غرد وعلق على ليلى. إبراهيم قال يبحث عن ترتيب برشلونة في الدوري، أما سند فقال هذا ميسي بيسرق منه لقب دوري أبطال من الخمسة اللي عنده عشان يتساوى مع كريستيانو. بلاد قال أيضا لا تنصاب يا كروس، الوضع مو متحمل. نختم خلاص، خلاص نختم، خلاص خلصنا تريندينج. إلى اللقاء في حلقة الأسبوع القادم.